انا بوصل دليل. انهض من سريرك، انهض من سريرك اليوم لحياة جديدة، غادره لتبدأ طريقك طريق النجاح، ضع اول خطوة، لا تعبأ في الشوك الذي يطمئ قدميك، انهض غادر، فما زلت شابا او ما زال في العمر مهلة ايضا، ابني لنفسك مجدا. لا تنكس، لا تنكس. الو، ايه يا اسطى؟ بقول لك انا قررت اخس وعارف ان مفيش غيرك هيساعدني في الموضوع ده. عاش، واحد، اثنين، ثلاثة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. اجي في المكان، اجي في المكان، اجي في المكان. لا لا مش نافع، لازم اكلم مدرس. مش هيك؟ الو مستر حسين شاهين وحش الكيمياء. طب تمام خلاص، مستنيك بكره. شوف انا بقول لا اخلص له المنهج اللي نادي، وما تسالنيش ازاي علشان انا ما بخبرش. ايه هذه الضحكه اللي ملزقه دي؟ فهمت يا هلا يا هلا. فهمت انت بيكتب عندك بسرعه، وكر وانا اسمك ورقم بطاقتك. تكتب عليا يا مستر؟ اكتب يا هلا، اكتب يلا، عشان انا كلي نار، كلي نار انني خدت الحصه بمقابل مادي، وانني اللي عرضت عليه نفسي. عرضت عليك نفسي؟ يا ده اكتب يلا، عشان انا انا كلي نار، كلي نار. اقول لك حاجه، ولا ايه؟ تفضل. شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ مكان حضرتك يا فندم. نعم. نائب حضرتك؟ ايه؟ تحت امر حضرتك. طب تفتكر ايه اللي ممكن يخليني اقبلك في الوظيفه دي؟ يعني والله حضرتك مؤهلاتي يعني ان شاء الله تمكنني ان انا اخد الوظيفه دي. مؤهلاتك؟ انت عارف ايه اهم حاجه في الموظفين بتوعي؟ ايه يا فندم؟ عارف احمد موسى؟ طبعا يا فندم. استنى مني مكالمه خلال 8. طب اتكل على الله دلوقتي هكلمك. ايه ده، هو الامر عندنا بيعمل ايه؟ والله يا فندم ما عرفت ان انت عندك وظيفه فاضيه، قلت اجيبها. انت مليتيها خديها يا حسين. طب شايفة نفسي فين بعد 5 سنين؟ والله يا صاصة صاصة؟ ده انت مركزة بقى، مركزة خالص، مركزة جدا. ما تتقربش عشان ما تتقربش. هو ده العد، هو ده العد يا حكومة. ايه الاوفر ده؟ يا عم ده كان ايه؟ يمكن انا زي شباب كتير جدا كانت بتيجي عليا فتره في حياتي اخد قرار التغيير، وقرار ان انا لازم اعمل حاجات كتير جدا ما كنتش بعملها. بس الفكره بتبدا ازاي؟ ان انا باخد القرار، ان انا ببدا انفذ الحاجه دي يوم في التاني في التالت، والاقي نفسي رجعت تاني لنقطه ان انا ما بعملش حاجه. فالسؤال اللي كنت دايما بساله لنفسي هو انا ليه وقت ما بقرر ان انا اعمل الحاجه ليه ما فيش استمراريه على القرار ده؟ ليه دايما يوم في التاني مع اول صعوبه بتواجهني برجع تاني؟ لقيت ان المفروض ان انت تتعامل مع نفسك بذكاء. يعني ايه تتعامل مع نفسك بذكاء؟ انت دلوقتي واحد جسمك متعود على الخمول ومتعود على الكسل بقالك كتير جدا، فما ينفعش ان انت تيجي في يوم وليله وتقرر ان انا خلاص من بكره ان انا هبدا اشتغل وما انامش وان انا اشتغل على حلمي. فطبيعي ان انا جسمي ونفسي هتقاومني وهيرجعوني تاني لنقطه الانتخاب. فلازم اتعامل مع نفسي بذكاء. طب اتعامل مع نفسي بذكاء ازاي؟ لازم اول خطوه ان انا ابدا احدد ايه الحاجات السلبيه اللي انا بعملها في حياتي وعايز اغيرها،
وايه الحاجات الايجابيه اللي انا عايز اوصل لها، وابدا ارتب الكلام ده من الاسهل في التغيير للاصعب. ابدا اشوف السلبيات اللي انا بعملها في حياتي وابدا ان انا اغيرها واحده واحده، ابدا ان انا اشيل حاجه سلبيه وبدلها بحاجه ايجابيه، حتى لو الموضوع ده هياخد مني وقت طويل جدا، بس خير الاعمال ادومها وان قل. يا فرحتي ان انا جيت في يوم وليله وقررت ان انا اشتغل واتعب واعمل كل حاجه وفي الاخر ما كملتش ورجعت لتاني نقطه الصفر، ما انا ما استفدتش حاجه. لكن انا ممكن امشي الموضوع خطوه خطوه واطلع سلم سلمه سلمه، بس انا عارف ان انا هوصل للوقت اللي هنجح فيه. هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في ايه؟ بمقابل مادي. رد عليك نفسي. انت لسه هتعرض، انت لسه شفت حاجة. انت فاهم انا عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب حاجة بحيث اللي لما الناس تسمعها تحس ان لا ما حدش اتكلم في الحتة دي قبل كده، فاهم؟ هو ضغط الاول؟ خلاص اتعينت يا فندم. عندك ايه؟ عندي بيت حضرتك. مالي اللزوم؟ انت ما بتردش ليه؟ عمال اقول لك رد معايا يا